المرحلة الثانية من مخطط الرفع التدريجي للحجر الصحي أتاح لعدة أنشطة تجارية وخدماتية استئناف نشاطها وفق شروط صارمة للوقاية من وباء كورونا. سائقو سيارات الأجرة أتيح لهم العودة إلى العمل، لكن ليس كما في السابق. إجراءات وقاية مشددة بالنسبة للسائق والزبون على حد سواء، مع الاقتصار على نقل شخص واحد لا غير. كما راك تشوف رانا في طروام حابسين، ورانا نديروا في الاجراءات ان شاء الله على ربي نبدوا على الله نديروا هذه بيكسي كلاس الطواسيري الجال ثاني ان شاء الله نحموا رواحنا ونحموا الشعب ويا رايحه. بدينا نديروا كراسه نغلفوهم، ها راهم كراسه قدامك راهي غلف راهي يدير في البليكسي كلاس، ها راه قدامك تاع لا سيباراسيون باش نخدموا معقمات. تثبيت الزجاج العازل بين الزبون والناقل وتغليف مقاعد السيارات وارتداء الكمامات من أبرز الشروط التي حددتها الوزارة الأولى في بيان المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي تدريجياً. كاين إجراءات خويا شباغي دير، هما قال لك الوقاية خير من العلاج، أنا دايرين الوقاية يبقى العلاج عندهم خويا. احنا نقول لهم يديروا لي بافيت وصاي، لاخاطش على بالي بلي عيونا، أنا ماذا بينا يديروا لي بافيت، هذه هي، باش ما نقعدوش معاهم في الحس ونقعدوا لاخاطش لابريبار تاعهم ونشوفوا كاين اللي ما يجديش لهم. إجراءات صارمة وإن أثارت حفيظة كثيرين لأنها تبقى أكثر من ضرورية، فوباء كورونا لا يرحم أحدا وينتشر بسرعة إن وجد أدنى إهمال للوقاية.